السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مصطفى عز من شركه هوا جروب للتسويق الالكتروني والدرس رقم 12. سؤال اتبعت لي: ايه ارخص منصه اعلانيه على الانترنت من حيث التكلفه؟ يعني ايه ارخص مكان اعمل فيه اعلاناتي؟ فيسبوك، تويتر، انستجرام، سناب شات، يوتيوب، جوجل ادورد عموما بكل الحاجات اللي فيه، مش يوتيوب فقط. ايه اسهل مكان، ارخص مكان فيهم اعمل فيه اعلاناتي؟ تمام. انا هقول لك ارخص منصه اعلانيه ايه، لكن مش شرط تكون هي الافضل بالنسبه لك في مجال عملك او في سوقك. ارخص منصه اعلانيه يوتيوب اد، اللي بتدفع فيها اقل فلوس يوتيوب اد، تمام، وحلو جدا في انه يجيب لك مشاهدات عاليه جدا على الفيديو بتاعك، لكن مش مناسب لانشطه كتير. يعني مش معقول انا مثلا شركه بتقدم خدمات تنظيف، يعني خدمات نظافه وكده، وهيبقى اعتمادي على منصه اليوتيوب في ان انا ادفع لها فلوس، مش مقنع. هيبقى اعتمادي اكتر على جوجل ادورد، شبكه البحث. فعشان كده بقول لك مش شرط ان ارخص يبقى افيد او افضل، لكن هو ارخص منصه اعلانيه على الانترنت من حيث التكلفه يوتيوب اد، هي ارخص على مستوى الكل. تمام. كان معاكم مصطفى من شركه هوا جروب للتسويق الالكتروني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.